الله الله لا تزنا لي كملنا يا رسول الله 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 ما تزنا لي كملنا يا رسول الله. السلام عليكم اشهر خوات، نتمنى تكونوا مزيانين وفي الف خير مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الفيديو ديال اليوم اخوتي هو جينا لهاد الدار هذه القديمه باش نطيبوا فيها واحد الاكله ناضيه كناضيه ديال بصح. السلام عليكم، كي دايرين الخوت هاني؟ كلشي مزيان. المهم هاد البلاصه هادي كيسموها بالامازيغيه بانوال انوال. جينا باش نرجعوا للحياه القديمه باش نطيبوا واحد الاكله، يعني كل شيء تقليدي بمعنى الكلمه. تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر وما تنساوش تابوناو عندنا في لاشين تاعنا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي كما ديما. اول خوت دابا عبد الحميد كيقطع في الخضره، كيصايب لينا في الخضره، ها هو خيزو بلدي وكذلك مطيشه فلفله بلديه بصلاته هي راهي بلديه هاني، وهذا هو القراش الامازيغيه قراش كحل بلاك وهذا الفخر ديالنا، وهادو كيسموهم بتيك شوبين الحطب. هذا سميتو اغنجان وزر. هذا الخوت باش كيهزو الرماد ولا الفخر يعني من المجمر. وهذه الخوت سميتها تكات، هنا فين كيطيبوا الخبز. هذا هو انوال كحل كحل بسبب الدخان. كيقول واحد الامازيغ الامازيغي والنادي وين فاروز يا وين تمند والنادي كانا غنجه يزوين تيركي. دابا الخوت غادي نقادو الخضره ديالنا هنايا في الطوجين باش نصايبو. دابا الخوت غادي نديرو الزيت العود ديالنا ونزيدو العطريه ونديرو باش يتشحر مزيان، عاد نزيدو ايوا. دابا الخوت غادي نديرو الطوجين ديالنا فوق المجمد باش يتشحر مزيان على نار هادئه. الخوت ملي درنا الطاجين ديالنا باش يتسلق، دابا غنصاوبو الحوت غنحيدو ليه العظم ونديرو فوق في الطوجين ديالنا. دابا خوتي راه غادي نشربو شويه ديال اتاي بين ما يطيب الطاجين ديالنا، غادي نشربو. الله على الكليسه والله الا طيب. النعناع طيب النعناع انا كبرينا بوا حبيت شي كويس ديال الفيالة. بسم الله قول قول. خذ اجمل ما في حياه الباديه هو الهدوء. الهدوء راح النفس. نايس نايس برو. لازم تقول لي شي ابيات ولا شي. المهم شي نويطات ابيات شعريه. هاد الابيات ديال نازك الملائكه في منعطف الشارع في ركن مقرون حرست ظلمته شرفة بيت مهجور. كان البرق يمر ويكشف جسم صبية رقدت يلسعها صوت الريح الشتوية. إحدى عشرة ناطقة في خديها في رقة هيكلها وبراءة عينيها. الله الله لا تزنا لي كملنا يا رسول الله 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 لا تزنا لي كملنا يا رسول الله. والخوت هذا هو الربوز ديالنا، هذا باش كيصوتو المجمر. ها هو الربوز قديم. هذا الشيء راه بدا كيضغط على الخوت، مبقاش بزاف
يعني قليل اللي عنده مازال هذا الرابوز هذا، قليل اللي كيعيش بحال هاد الحياة هذه، وخاف وخاف البلاد. بسم الله. دابا خوتي راه غادي نديرو ليا الحوت ديالو. بسم الله. دابا خوتي غنديرو ليه شويه ديال المطيشه، نسينا ما جبناش الحامضه. أمم بسم الله خوتي، راه دابا طاب الطاجين ديالنا كما كتشوفوا، الحمد لله. دابا غنهزو غنديرو فوق هادي، هادي بالامازيغيه بشلحه كيقولو ليها تيسوكيت، كيصوبوها باليد. بسم الله مبارك. بسم الله. مرحبا بكم. مرحبا بكم عند فواز الحامدان. بسم الله. مال هذا التنير ديالنا؟ هذا الخوت التنير كما وريتكم قبيله، راه في ديك البلاصه فاش كتصيب، اللي سميتها سكات. بسم الله السي عم. بسم الله. هنا غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نستودعكم الله. سلام.